عندك سؤال واحد بدون خيارات، في حال أجبت إجابة صحيحة راح يتضاعف المبلغ لك يا سعيد. إن شاء الله. مستعد؟ بإذن الله. مستعد؟ بإذن الله. مستعد. على بركة الله. سؤال العاشر في آخر خطوات البرنامج. السؤال يقول: في أي منطقة توجد منطقة الأخدود الأثرية؟ إذا عندك إجابة قول إجابتك وخذ خطوة تثبت. منطقة نجران. براحتك، تفضل جنبي. أنا دائماً يا سعيد أخاف من الثقة المبالغ فيها، ولكني أحب الثقة اللي في محلها إجابة صحيحة. ربع مليون ريال لسعيد، 250 ألف ريال فاز فيها سعيد اليوم، اللي قدر يوصل بكل شجاعة وقوة وثقة. برافو عليك يا سعيد، خطواتك هنا لها ثمن، وكان ثمنها 250 ألف ريال. الخطوات مستمرة والفائزين إن شاء الله مستمرين بالفوز معنا في حلقات البرنامج. غدا خطوات جديدة ومشتركين جدد في خطواتك إلى المليون. إلى أن نلقاكم كونوا بخير دائما وفي أمان الله.